تعال بوس لي وانا ما بعرف. يلا قابل فاضي. عمري عمري. طب ما شيلتي ماما، شلتها يعني شلتي يا ماما. اصبري لا يا حبيبه عمري، لانك انت انا انت مش عارفه اني انا قاعده على الارض. كيف انت البصمات؟ نصيبنا يما، الله حكم يسخطنا. لا في بزيح بتشوفي الماء. نورا يلا اقعدي يا ماما، يلا يلا نورا تعالي يا ماما هون. اولع ما هو كل همه ازاي يرضي. كيف صوت ماما؟ قولوا له ده انا برضه ساعات بحلى. يا نورا بردي انت مفيودي مفيودي بتغاري بتموتي غيري. نورا هر يا جماعة في حدا بده بدخل على حسابي الانستجرام. انا هيها قاعدة شغالة. عن جد شو انهم ناس متخلفين. هاشم ماما بتسقف لك. انا زعلانه. شكرا شكرا شكرا. امل انت اقراي الناس اللي بتعطي الهاي وجيبي لي الشيبس وروحي مالي سنش الجبنه. ما تجيبي لا يجي كثير. نورا روحي مالي سنش الجبنه. امل مش حكينا بدنا نوصي بيتزا ولا شو؟ انا ناكل ماما ماني بوصي لنا بيتزا من عيوني يا ماما. وصي يا امل. لا خلينا نعشي المتابعين شكروا عيد الميلاد صالون كاتشا. انا هلا الساعه 12 وصعب كثير اكل بيتزا بهالوقت المتاخر. طب معلش حبيبتي احنا بدنا يا انت ما حد احكي لسعادتك ولمعدتك انه اختي الاء جوعانه ولازم نطلب بيتزا. بعتذر سوري. بعتذر. جيبي لي باكيت الشيبس روحي مالي سنش. انتي يا ماما ما تحطي جبنة شو في يعني؟ بعدين انا زعلانه زعلانه وما بتصالح الا في بيتزا. ايوه يلا انا مع حبيبي رنا. رنا امال وطي 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 جوعانه ما اكلت شيء اقسم بالله من الصبح. احكي ولا ما احكيش؟ من الصبح حبيبتي للآن متبتة. ما أكلت والله قسما بالله ما أكلت. طلعت الصبح ما تنام. ما أنا لازم أقعد فوق لأنه هيك رح نخسر بقى. طلعت الصبح ما خليت دائرة. طب أنت ما تشفتي ماما رجعت من برا وين وين رحت يا ألما؟ أنا لا أكلت كبابي. أنا لا عملت سنديشي لسيدو وغطرتها. عملت سندويشي رصيد وخبطها يا هبلة ما اكلتها هي. يا هاشم حبيبي يا بتوطي يا بتروحي هناك. لا 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 لازم اقعد فوق لانه انا ما بعرف شو فوق. ما كنتوا تخبطوا بايد براس ماما. ماما لابسه شاله بتوقع. انا ما انا بعرف اعمل هيك. تعميني لا أمال اشتبكي لنا ماما الشعب بيطهر. اشتبكي لنا للصالون ماما. مشبوك خد طلعي أنتي ماما زعلان. الشعب بيطلب بيطلب بيتزا. اطلبوا لي بيتزا. حاضر. اللي بيطلبوا انه أمل تطلع بث فيسبوك حاضر ان شاء الله من عيوني. أمل لو سمحتي اطلبي. شكرا. أمل اطلبي لي بيتزا. تحياتي من بس ألمى نظارة كمان. أنا أنا كنت قاعدة بصور تيك توك. بعرف بس مش هلا مش ينفعي. شو في هاشم يا أنتي؟ فاتح أغاني. إحنا فاتحين. أعطيني إياها أعطيني إياها أعطيني إياها. طب هذا تبطل لو سمحتي. يلا خلاص عشان ما تروحي. طيب يلا يلا اسالونا اسئله ورح انا اقرا الاسئله و شو اسمه واخلي السؤال لمين ما بدكم. نورة هاشم الما والا. يلا عشان مسكر نلعب اسئله يا اخوي. يلا بنسكر نلعب اسئله. يلا لما ايه ما بدك. انا زعلانه وانا طالعه من البث. ابعدوا عني. خليكي ايه شلتي ماما. خليكي طب شلتي يا ماما. قولوا
عن إذنكم أنا بعتزل التيك توك. لا. وبديش تيك توك. لا. وأنا من فوق. يا أي. يا ماما شنو أقعد. لا 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 مرمطوني مرمطوني. ابعدوا. وليش فصلت؟ لا لا بابا لسه لسه لسه, لسه لا لسه ما فصلت بس راح تحطي ايدك ممنوع الاطفال لا نو انا مش طفله ما هي مبينه ما شاء الله عليها صبيه يلا تابعي بابا راح تيجي بس بتظبط لبستها تضل ايدي يعني هيك انا بلا انا بلا يا اخوي يلا ايوه روح عشان ما انت مشغل اغاني واحنا بنحكي مع عالم ايه بتضبط هيك طب عادي ادوق انت كمان بدل ما انت بس كيف تعال ذكرتني بسندويشتي المدرسه وما فيش حد يذكرك خذي يا امي يعني اخذتي خذي الاشتراك يلا الما احكي مع المتابعين يلا ثانك يو سهيل شكرا لك يا سهيل يلا روحوا احكوا معهم يلا عشرة يمين يا أنت رنا عشرة ولا 15 عشرة ولا 5 طلعوا هاشتاج اطلب بيتزا لألا عمل عن جد أماني وحياة الله بحرد أنا أصلا معصبة من الجوع ثانك يو روان ثانك يو حبيبتي حاضر رح أطلب بيتزا لألا لكم اكتبوا اطلبوا بيتزا لألا هاي طلع منظر الاموجي تبع البيتزا نطالب بالاموجي تبع البيتزا اي ماما هاشتاج صار يعملوا لك هاشتاجات تعالي ما تسويش مامي 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 بعرف لابسه لي بطني الناس ان شاء الله ان شاء الله بس شو عمل بتذكرني ما تذكري اخوكي زلمه لا هو جكر التزموا التزموا الادب يا سيدي في البث الناس بيحترمونا لا يا تم تساعدين كلها تم شكرا صفا ثانك يو صفا شكرا لك امل احكي مع الناس طب تطلب بيتزا تطلب بيتزا اوكي ماشي صفا شكرا لك لا زيك اليازي كم طبق اليازي ماما بدهم يعرف قصه الكيك تفضلي اثنين مع دجاج موجوده ماما شو طب يلا احكيها احكي هاي نجال يلا شو قصه الكيكه يا جماعه هلا انتي امل وماما من الصبح مخططين على اساس يجيبوا طب هلا بتحكي القصه تبعك انا بس كلمتين تفضلي طب حط... معي يلا سلام انا بدي افوت انا بس تيجي البيتزا بصحوني بس تيجي البيتزا بنصحيكي لا ما في مدارس يا لا تعالي انا ليش لا انا كمان تعبانه عشان ننام مع بعض بعد العشاء طيب يلا انا بدي انام طيب لا يا ماما عشان يا حبيبي انا بقدر اكل بيتزا من غيرك ما انتوا تصحوني لا حتى ولو طيب قصه البيتزا البيتزا لا حبايبنا بالبيتزا قصة الكيكة انه ماما وانتي امال من الصبح مخططين 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 يلا ماما جال من الصبح مخططين ما تتحدي احكي انه انا يلا اوكي انا بقول لك يلا انا بعيد وبزيد من الصبح مخططين ان نجيب كيكة لمين لرنا يا رنا الكيكي بدها تيجي بدها تيجي يا امل يلا الكيكي يا الاء وينك يا الاء ما تبيني لرنا ما بدنا نبين لرنا وبيني عادي وبين الامور تريلاكس فراحت احنا من الاول مخبيين الموضوع عن رنا راحت شو رنا استنى نطلب بيتزا مرحبا بكم في مركز اتصال بيتزا هاي استمرار باللغة العربية اضغط واحد لطلب جديد اضغط واحد طبعا حافظيته انا امك غير بيتزا بتطلب
احكي مع الناس كملهم الاصابه معك. طيب هلا هلا مرحبا. وصلت ماما تحت ومعها الكيكه، فانت بتقولي وش وجتني، قالت لي انزلي تحت خذي الكيكه. فانا قلت لميله الخدامه اللي عندي اللي هي ايستا اسمها، قلنا يلا ايستا انزلي بسرعه جيبي الكيكه وتعالي هون حطيها بالثلاجه ما تفرجيها لانتي رنا. راحت شو عامله ايستا؟ مسك الاكياس ومع الكيكه وفايت عنا بالغرفه. لا مش تمام فاتي أنا بالغرفة وأنتي أنا بالغرفة وكلات قاعدين بالغرفة يعني 147 وماسكي وتفوت بالكيكة وأنا نضحك 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 قلت لها بقول شوفي شوفي قلت لها ولا إشي ماما جايبة أكل ودشين كلياتنا عليه. أما هاشم شو عمل؟ راح من ذكاء الولد راح مسك ثاني ممكن رقم رنا الظروف يعني وراح قدام طوال ركض على المطبخ حطهم بالمطبخ فهو يركض نزلت الكيكة. صار اللي صار. ايوه هو هذا. لا والله ما في الا انه يا ريت السواق يكلمني على هذا الرقم. الي انت؟ لا شكرا. بدي الميل الكبير اللي هو ثلاث بيتزا. لا وسط بيتزا الامر يتوسط. كيف سوري؟ بحب لا 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 مش السميكة، بدي واحدة تكون رقيقة اللي هي رقيقة كتير، هاي اللي مثل البسكويت بتيجي. وانا بحبكم كل أيوة بالضبط. بكتب لي بحبك بحبك وانا كتير كتير بحبكم. اوكي وبد نوعها لا سوبر سوبريم لحمة بدون بصل بليز. بس هيك شوي بس. طيب بدي اياها مارغريتا تشيز بس هاشم جاي يصور هون. طيب انا بحب ان برضو اطراف جبنه البس الشال من انا صغيره. انت مالك يا انتي؟ الاطراف الجانبيه بدي اجنحه والثاني بدي اياها سلطه عادي نفس ما بطلبها دائما زيتون اسود الملفوف. ايوه تفضل. ملفوف وعندك ال شو كمان الجبن الحامضه هاي فيتا فيتا تشيز. اوكي وعندك اللي هو الخضار المشكل اللي هي السويسريه هاي الجزر مع البازيلا. ايوه الروسيه سوري. ولوسه شو نعم سوري صوص الصوص البينك صوص البينك صوص ايوه لا بيبسي كله ما عدا واحد جيب لي يا ميرندا عشان انا بح اوكي خلاص بيبسي اجيب كولات وكولا واحد ميرندا عشان انا بحب لا شكرا اعطيني اعطيني اجنح الدجاج بدي طبق اجنح الدجاج كم قطعة بيكون هو؟ لا 10 ايوه ايوه لا شكرا بس بدي اياها تكون فريش لو سمحت اكسترا تشيز وتكون مظبط لي اياها كتير منيح وتوصلني سخنة لو سمحت. ما عاد بس أصبر شوي ما سخنة توصلني سخنة. بس هيك أصبر شوي بس. شكرا. لا شكرا يعطيك العافية. تفضل. هاشم بدي أصورك أنت. لا ما صبر ما بدي يصورنا. طب ما هو بيصورنا في تليفونه ماما هو بده يصورنا في المجلة تيك توك لا ما بنزلها هاشم لا بنزل صور روحي جيبي لي مي بدل ما انت قاعدة فاضية لا ما بدي شيبس خلص عشان اعرف ولا شو بدك
استني كأنه أنا اليوم ما حصلت بلاقي مصاري. أنا لقيت الخمسة عشر. شكرا يعطيك العافية. تنكو لألك. وصيتي أجنحة الدجاج؟ بتعرف إنه إلي ربع ساعة بوصي؟ طيب يا جماعة يلا رح أفتح. بس ليش اللي بتفتحي؟ مو مش رح أفتح الباب. طب مية مفتوح. ناديلي رنا المشكلة. روحي شوفي رنا شو بتعمل. بسرعة يلا رح أفتح بث التيك توك أقرأ تعليقاتكم ومسجاتكم الحلوة اللي بتجنن اللي بتعقد زيكم. روحي يا ماما حبيبتي. ممكن يلا رح أقرب أنا الكاميرا علي عشان نقرأ مع بعض. تمام يلا. إجوانا ثانكيو حبيبتي.